آيتين من إنجيل مرقس. الآية الأولى في مرقس 2 في عدد 26 أو أقرأ عدد 27. ثم قال لهم رب يسوع بيقول للفريسيين، ثم قال لهم: السبت إنما جعل لأجل الإنسان، ثم يؤكد الحقيقة بالنفي القاطع، لا الإنسان لأجل السبت. يبقى بس عشان الكلام يبقى على أرض الواقع، حط إيدك على نفسك كده علشان تطمن إنك قاعد بشحمك ولحمك، وقول أنا إنسان بجد، قول كده أنا إنسان وأفتخر، قول أنا إنسان وأفتخر، والسبت جعل من أجلي. قول كده: السبت جعل من أجلي. أنت مهم، أنت مهم، وأنت القضية عند المسيح، أنت في ذاتك في داخلك القضية عند المسيح، وحتى السبت جعل من أجلك. وما أدراك ما السبت عند اليهود، لكن جعل من أجلك. لكن الآية الثانية ما كانتش حديث مع الفريسيين، كانت حديث مع الشيطان برضو. قالها الرب يسوع بطريقة جميلة في أصحاح 5: فأتى يسوع إلى عبر البحر، جاء من عبر البحر إلى كورة الجدريين، ولما خرج من السفينة للوقت استقبله من القبور إنسان. بس شوف الكارثة اللي صار للإنسان، به روح نجس. عايز أقف هنا وقفة صغيرة قوي، في يعني جدل لاهوتي كبير على الروح الإنسانية، وأنا مش مجالي ولا شغلي دلوقتي أعرض هذا الجدل، بس عايز أقول: هل هي روح مستقلة بذاتها؟ هناك اعتراض على هذه الفكرة، لأن المستقل بذاته الوحيد في كل الكون هو الله. فعشان كده بيقولوا أن هذه الروح الإنسانية ليست مصممة أن تمارس وظيفتها في حالة استقلال، فهي تحتاج إلى اتصال لكي تعمل. والكارثة الكبرى أنه لا يوجد كائن روحي في الكون غير الله مسيطر وقوي إلا إبليس. فهذه الروح الإنسانية إذا أغلقت أمام الله وأصرت على الاستقلال عنه، لن تظل في حالة استقلال، لكنها حتما ستفعل من كائن آخر هو إبليس. وده شيء مرعب وخطير، أن روح. وعشان كده امبارح، وبشكرك أنك فكرتيني، أنه الإنسان كائن محدود وغير مستقل، وما يقدرش يعيش في الكون بدماغه، إن روحه لكي تفعل وتمارس نشاطها ووظيفتها الروحية إما أن تلتحم بالله. اسمع الآية دي: من التصق بالرب فهو روح واحد. ولك أن تتخيل الفانكشن، الوظيفة الفاعلية بتاعت روح التحمت بخالقها. وإذا لم تلتحم بالخالق لن تظل في حالة استقلال، لكنها ستنفتح لروح آخر. اسمع بولس يقول عنه إيه: الروح الذي يعمل الآن He is working in them، جواهم. على العكس منقول لك الله اللي خلصنا واللي دعانا واللي ربطنا هو العامل فيكم أن تريدوا. وأول ما نقول إرادة بنتكلم عن الروح، فإما أن الله يعمل في روحك المنفتحة له، وإما أن الروح النجس إبليس يعمل في روحك. رئيس سلطان الهواء، الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية. ولك أن تتخيل كم الدمار الأخلاقي والنفسي والجسدي والمادي الذي يلحق بإنسان وعائلته وجيرانه ومن حوله وهو روح منفتحة للروح النجس. لا لا لا، أنا هرفض الله وهرفض الشيطان. يا ريت يا ريت
يا ريت تقدر عليها، لكن خليني أكشف لك الحقيقة دي. لم تصمم لهذا يا صديقي، فأنت روح منه. إذا لم تنفتح له حتما ستنفتح لإبليس. لكن في خبر مفرح، جاء مسافر من عبر البحر لكيما يحرر ولكيما يظهر قدرته وقوته. وعندما وصل وجد أن هذا المسكين روحه انفتحت، لا لروح لكن لأننا كثيرين، لألاف من الأرواح الشريرة دخلت في كيان وفي جسد هذا الإنسان. لكن اسمع العبارات اللي جاية دي المعزية ونحفظ منها آية. ولما خرج من السفينة للوقت استقبله من القبور إنسان به روح نجس، كان مسكنه في القبور ولم يقدر أحد أن يربطه ولا بسلاسل، لأنه قد ربط كثيرا بقيود وسلاسل، ده اللي عرفوا البشر يعملوه للطبيعة البشرية، فقطع السلاسل كسر القيود، فلم يقدر أحد أن يذلله. وكان دائما ليلا ونهارا في الجبال وفي القبور يصيح ويجرح نفسه بالحجارة. فلما رأى يسوع من بعيد رقد وسجد له وصرخ بصوت عظيم وقال: مالي ولك يا يسوع ابن الله العلي. هو يعرف من هو يسوع. أستحلفك بالله أن لا تعذبني. بص العبارة اللي جاية دي، لا أعتقد أنها صدفة أبدا، لكنها اتكتبت علشان موضوع النهضة بتاعتنا دي. لا طبعا، بس شوف الجمال اللي في العبارة دي، لأنه قال له: أخرج من الإنسان. أنا مش عامله ليك، وأنا ما أقبلش أنك تفضل فيه، وأنا جاي مخصوص علشانه لأحرره منك. أخرج من الإنسان. أكيد الرب يسوع كان يعرف اسمه، ما قالوش أخرج من فلان، لكن كان يريد التعميم، فإنها ليست قضية مجنون كرة الجدريين، إنها قضية الإنسان. فعندما استقلوا عن الله صاروا مرتعا خصبا للروح النجس. أخرج من الإنسان يا أيها الروح النجس، أخرج من الإنسان. أنا بحبه، أنا جاي علشانه. هو أثمن من أن يكون مسكنا لك، هو كبير قوي عليك. ده في يوم من الأيام هخلي اللي أعلى منك يخدمه. أليس جميعهم أرواحا؟ هو جسد، لكن أنا هخلي أرواح أشرف وأنقى منك هخليها تخدمه. أرواحا خادمة مرسلة للخدمة للعتيدين أن يرثوا. أخرج من الإنسان. الإنسان أسمى وأعظم وأرقى وأكرم من أن تسكنه أيها الروح النجس. وأنا جئت لكي أدخل معك في صراع حتى النهاية، وإن كلفني هذا الصراع أن أموت من أجله. أنا وراك الزمن طويل أيها الروح النجس، مش هسيبه بين إيديك، لابد أن أخلصه. وهناك أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه، وهناك خلص الإنسان ليرجع للإنسانية كرامتها وقيمتها وعظمتها من خلال عودة اتصالها بالله. كيف رأى المسيح الإنسان وكيف جعل الإنسان مشروعه الأول والأخير؟ أقول بعض الأفكار بسرعة. أولا، أكرم الإنسانية بأنه أخذ صورتها فأظهر إمكانياتها ورفع من شأنها. أقول تاني العبارة دي، أكرم المسيح الإنسانية عندما أخذ صورتها فأبرز إمكانياتها، وهقول إيه إمكانياتها، لكن كمان رفع من شأنها. فواحد من أغراض التجسد أن يأتي الرب يسوع إلى العالم ليعيش هذه الخبرة الرائعة، أن يسعد قلب الله.
وهنا يقدم النموذج لنا. نحن كبشر عندما تكون إنسانيتنا في وضعها الصحيح هي قادرة على إشباع قلب الله. ولكم أن تتخيلوا أحبائي، إذا اجتمعت أسرة حول ربها، رب الأسرة، وقالوا له كلمات عن عنايته، فإذ بهذا الأب يعلن لأسرته أن كل فرد فيهم هو سر سعادته ومصدر سعادته، قد إيه دي كرامة لهذه الأسرة وشعور بالقيمة. نحن نتكلم عن الله، الله الذي ربوات ربوات وقوف قدامه وألوف ألوف تخدمه، هذا الإله الذي خلق بكلمة الملائكة أليس جميعهم أرواحا خادمة؟ كيف صنع هذه الأرواح؟ الصانع ملائكته رياحا أرواحا وخدامه لهيب نار يسبحونه، لكن ما نقراش أبدا أنه قال أن لذاتي معهم أو سرور فيهم، لكننا نراه يعلن أن لذاته في بني آدم، ونرى يسوع الإنسان تفتح له السماوات لكي تعلن هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت شبعه. إذن إحنا مصدر، لما نقول إحنا عابدين له يعني إحنا مصدر إيه؟ إشباع وسرور له. أنت قادر في وضعك الصحيح على إسعاد الله، بس كفاية عليك دي. أمر تاني، الرب يسوع عندما أتى في صورة إنسان أقدر أقول أنه أكرم البشرية عندما، اسمعني من فضلك، لم يرفضها لخطيتها، لم يرفضها لخطيتها. في تعاليم لاهوتية تطرفت أو ربما تكون صحيحة والناس أساءوا فهمها، تعبر عنها بعض الترنيمات أحيانا، خلت الناس المؤمنين يحتقروا الإنسان بسبب الخطية. الخطية بوظته صح، الخطية أفسدته صح، الخطية شوهته أيوة، الخطية خلته رمة ماشي، الخطية خلته ما يستاهلش، قول اللي تقوله، بس أرجوك أرجوك حاول تصحح تفكيرك معايا وتتذكر أن الخطية لم تجعل الإنسان مش إنسان، ومدام هو إنسان يفضل تمنه فيه على الرغم من الخطية. إخوتي الأحباء، الخلاص لن يجعلنا سوبر هيومن، والخطية لن تجعلنا سب هيومن. الخلاص لن يجعلنا فوق بشريين، لما هنطلع السماء هنبقى حاجة غير بشر يعني، لا هنفضل بشر، هنفضل إنسان ومحدود وغير مستقل برضو. وكمان الخطية رغم كل قبحها ما خلتناش أقل من إنسان، ولو كانت أقل من إنسان ما كانش المسيح مات من أجلها. المسيح مات من أجل حاجة غالية قوي، والحاجة الغالية القوي دي هي الإنسان. أرجوكم يا أحبائي أن تفعلوا شيئين. الشيء الأول، لما عينك تتنور على خطاياك قول أنا إنسان لا أتنصل من مسؤولية خطاياي، وأنا أقر وأعترف أن الخطية شوهتني وقبحتني، لكن الخطية لم تضيع مني إنسانيتي، أنا لم أزل إنسان، وما دمت إنسان لي كل القيمة في عيني الله، هو يحبني يقدرني هو يحترمني، وهو جاء في يوم من الأيام ومات من أجلي لأني إنسان. هذه التعليم اللاهوتية زي ما بقول، مش عايز أذكر أسماء معينة عشان الأمخاخ ما تتحصرش في حاجات معينة، خلينا نعرف الصح بس. لكن مثلا مرات
بنتكلم عن الصليب واللي حصل في الصليب وبشاعة ما حدث، للدرجة التي تصور لنا أن الله في الصليب كان يلغي البشرية ويخلق شيئا جديدا. يعني إيه قيامة؟ يعني ما بقي ذرات والذرات اتبعترت وراحت هنا وهناك، خلاص اخلق له جسد جديد. لا 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 لا، كل ذرة من جسمه القديم غالية علي وهجمعها بحسب عمل استطاعتي، ويلم الذرات بتاعت الجسم القديم ويغيرها، وإذا كان التراب غالي عليه ويجيبه، هل شخصيتي الإنسانية وروحي الإنسانية يعملها ديمالش، يعني يلغيها ويعمل حاجة جديدة؟ لا لا. إن كان أحد في المسيح فها خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار. يبقى القديم موجود ولا مش موجود؟ موجود، بس تحول إلى وضع جديد. الله جدد، الله استثمر فينا، مش لغى وأزل. ده في حاجة واحدة اللي اتخلعت وترمت ومش عايزين نشوف وشها، هي الإنسان العتيق، وده شخصية زائفة، دي حاجة زيف، دي كذبة كبيرة لبسناها وعشنا بيها، والحمد لله أنه فوقنا من الكذب وخلعناه ورميناه ومش عايزين نشوف وشه. لكن الحقيقي الله عالجه وشفاه ويستثمر فيه. خلاصة اللي عايز أقولها، الله لم يأتي ليلغي بشريتنا لكن ليخلصها ويستثمر فيها ويشفيها مما لحق بها. لكن حاجة كمان، رب يسوع عبر عن هذا القبول للإنسان رغم خطيئته، الخطيئة لم تقلل من قيمته، بأكثر من مشهد، لكن أختار منهم مشهدين، واحد في بداية حياته واحد في نهاية حياته. في المعمودية الحقيقة منظر رهيب، ويجيب الكلام، وفعلا كان مش مقبول أنه عندنا فريقين، فريق بيعلنوا أنه هم خطاط، وفريق بيقول لا، رفضوا مشورة الله من جهة أنفسهم. فوجئنا أن الرب يسوع الذي لم يفعل خطية واحدة ولم يكن في فمه غش، أنه يروح ينزل لمية المعمودية متحدا نفسه مع الخطاط. بعدين يوحنا يقول له ما ينفعش، يقول له لا، اسمح الآن، اسمح لي أن أتحد نفسي معهم وأتوحد بهم لكي أعلن أمام الكل أني لم أرفض هؤلاء بسبب خطيئته. وكما كان في المعمودية أتخيله يحصل على أوراق اعتماده كممثل رسمي للخطاط باتحاده معهم، لكي يستطيع هناك في الجلجسة أن ينوب عنهم وهو يدفع أجرة خطايا. المعمودية والصليب بيقولوا أن المسيح احترم الإنسانية وقدرها على الرغم من خطيتها، أدحد نفسه بها في المعمودية ومات من أجلها في الصليب. الأمر الثالث، لم يحتقر عجزها. لما وصل للبشرية لقيها في حالة عجز ومحدودية شديدة، وكانت في مظاهر كثيرة لهذا العجز، هقول بعض المظاهر أو أختار منهم حاجة أو اتنين. المظهر الأول في القصة اللي قريناها، رب يسوع وهو بيناقش الفريسيين في قضية أكل التلاميذ يوم السبت، تلاميذ جعانين وبسبب الجوع بتاعهم قطفوا السنابل فأكلوا، قالوا له ليه بيعملوا كده؟ رب يسوع قادر أنه هو يرد عليهم رد منطقي جدا، كتابي جدا، قوي جدا، ما يقدروش يقولوا له فيه أي حاجة. من سفر التثنية معروف قوي قوي أنك لو معدي في حقل من حقك أن أنت تأكل بس ما تاخدش معاك، والتلاميذ قطفوا مش أخدوا، فده شرعي. وممكن يرد يقولوا له بس مش دي المشكلة، المشكلة أنهم عملوا كده يوم السبت. خروج 12 يحل القضية، لأنه في خروج 12 قال له يوم السبت لا يعمل إنسان أي شيء إلا ما يعمله من أجل أكله فقط. يبقى يوم السبت مصرح أن الواحد يعمل حاجة علشان يأكل، ومصرح في سفر التثنية أنه لو دخل غيط حد يقطف بس
ما ياخدش معاه. يبقى شرعيا كتابيا قضائيا قول زي ما تقول الموقف صحيح، وكان يقدر يفهمهم ويفضح جهلهم قدام الناس. بس الرب يسوع مشي في سكة تاني خالص، وده اللي بيخليني أحبه ومعجب بيه وفخور إني أنتمي لي. رح جايب حجة من وجهة النظر السطحية تضعف المجادلة مش تقويها. رح جايب لهم قصة داود. لو أنا واقف أقول دي ما تخدمكش، وشوشه في ودنه أقوله خلي بالك تثنية 22 خروج 12 دول أقوى، ما تترسش في الحتة بتاع داود دي، ما تنفعناش في الوقت ده. داود كان ده كل الوعاظ هاريين داود وعظ على حكاية أنه لما دخل وكان فضيحة الحقيقة يوميها، فاكرين؟ فاكرين الحكاية اللي اقتبسها المسيح دي؟ قصة تفضح فضيحة لداود. حد وعظ في الحتة دي يمدح فيها داود بأمانة كده؟ عارفين الحكاية ولا مش عارفينها يا بنات؟ لما راح لأخي مالك وقال له عايز أكل، قال له أنت إيه الحكاية فيه؟ قال له أصله أمر الملك كان معجلا فما قدرتش، كذبة، وهو هربان من شاول. بعدين قال له ما عندناش غير الخبز الذي لا يحل أكل، قال له إحنا طهارين وممنوع عنا النساء، كذبة تاني. لا خد الفضيحة بقى التالتة. وبعديها قال له ما عندكش سيف؟ فقال له ما عنديش أنا غير سيف جليات اللي أنت قتلته، يعني عايز يقول له السيف اللي معرفش يحمي صاحبه. يرد عليه ويقول له ده ما فيش زيه ادهوني. فأنا شخصيا وعظت بتاع 20 وعظة علشان فضيحة داود. الرب يسوع يصدمني أنه يستشهد بهذه القصة كحجته في مواجهة رؤساء الكهنة. والحجة تدور حول كلمة واحدة. لو بصيت في مرقس 2 يقول كده، فقال لهم أما قرأتم قط ما فعله داود حين احتاج؟ بص حجته كلها، تخيلوا انتوا متخيلين الجمال ده؟ يا رب يسوع دي ما تخدمش، دي ما تقويش الحجة، المجادلة دي ضعيفة، شوف لك أرجومنت تاني. لا لا، لأن هم جهلة مش فاهمين يعني إيه إنسان محتاج. ده محتاج، ده إنسان محتاج، والإنسان المحتاج في نظري هو القضية، هو أقوى شيء وأكبر شيء، هو الذي لأجله شرعت القوانين، هو الذي أجله جعل السبت. احتياج الإنسان تصغر أمامه كل الأشياء. أمامي إنسان محتاج، هذا هو المسيح. أما قرأتم قط ما فعله داود حين احتاج وجاع هو والذين معه؟ كيف دخل بيت الله في أيام أبياثار رئيس الكهنة؟ وانت موافق على كده؟ وطبعا موافق، لأنه كان محتاج، ولو ما كانش موافق ما كانش يقتبسها ويعتبرها حجته في مواجهتهم وهو بيدافع عن التلاميذ. يعني انت موافق على اللي عملوه التلاميذ؟ موافق على اللي عملوه التلاميذ لانهم محتاجين. طب وايه حجتك؟ ان داود حين محتاج اكل، ويمكن ما عندناش حجه قانونيه نثبت بيها صحه فعل داود، عندنا حجه قانونيه نثبت بيها صحه فعل التلاميذ، لكن هو اختار داود عشان يقول ان الاحتياج بالنسبه لي كفاية كحجة. لم يحتقر البشرية بسبب عجزها وضعفها. مرة تاني قصة برضو كتير بقف قدامها، بطرس حبيبه بيحب سيده، بس مرات حرام بيتورط في مواقف بايخة ملهوش فيها، فاندفع لما سئل أما يوفي معلمكم الدرهمين؟ فبسرعة كده قال لهم بلى. بعدين بعد ما قال غالبا قلب في جيوبه مفيش، او ربما حس انه كان المفروض اساله الاول قبل ما اقول، فرح بسرعه رايح البيت علشان يعني، وبتخيله كده رايح وهو يعني بيحاول يتحسس الموقف هيفتح الموضوع ازاي. بص الجمال، فسبقه يسوع يا بطرس
ممن يأخذ ملوك الأرض الجبال. يا دي المصيبة، وانت عرفت ده أنا لسه جاي أحكي معاك في الموضوع. لا ما خلص، أنا بأثر عليك المشوار، وأنا عارف أنك عكيت يا حبيبي، بس هنخلص الموضوع حاضر. ممن يأخذ ملوك الأرض الجباية؟ أم من الأجانب أم من البنين؟ قال له لا، من الأجانب. قال له إذن فالبنون أحرار. يا صح، عندك حق. طب أرجع أقول لهم مش هتدفع. قال له لا 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 لا، هندفع. هدفع ازاي؟ ما انت اثبتت لي اهو دلوقتي انه ما ينفعش ان احنا ندفع. قالوا مش هيفهموا، وبسبب عجزهم وضعفهم ممكن يعثروا. هندفع، هندفع لكي لا نعثرهم. انه لا يحتقر البشر بسبب محدوديتهم وعجزهم وضعفهم. لكن في موقف تاني ايضا، كان يعلم ماذا سيفعل عند قبر لعازر، لكن أطلق العنان لمشاعره وبكى. بكى ليعلن قد ايه هو موجوع ومتأثر، فلم يعتبر أن البكاء عجز لا يليق به، لكن كشفه. أكرم الرب يسوع الإنسانية عندما لم يحتقر أبدا هذا العجز وهذه المحدودية. أيضا أكرم الرب يسوع البشرية، أكرم الإنسانية عندما احترم أعظم وأسمى مميزاتها، العقل والحرية. قصتين، أنا بفكركم بس بقصص من حياة المسيح. في مرقس 12 جاله واحد من الكتبة، سمعوا بيحاور الصدقيين وانتصر عليهم، فدخل في الحوار وسألوا أي وصية هي العظمى. فالرب قال له تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فهمك ومن كل قدرتك، وتحب قريبك كنفسك. فالرجل قال له حسنا يا معلم، بالحق قلت، لأن محبة الله من كل القلب ومن كل النفس ومن كل الفهم ومن كل القدرة، ومحبة القريب كالنفس، اسمعوا بقى، أفضل من جميع المحرقات والذبائح. استنتاج الحقيقة غاية في الجمال، وكانوا بيقولوا بشكرك فوقتني، كنت هاري روحي عبادات ومحرقات وذبائح وأنا مش بحب. أنا تعلمت النهاردة أن المحبة دي أفضل من جميع المحرقات والذبائح. أخيرا همر مرور سريع على بعض الملامح التي ترينا جماله في تعامله مع البشرية المسكينة في عذاب. لو فتحتوا معايا إنجيل يوحنا، هنعدي كده مرور سريع على إنجيل يوحنا. ليه إنجيل يوحنا؟ لأنه إنجيل يوحنا بالذات هو الله الظاهر في الجسم. وهنا في يعني فكرة أحب أن أنا نحطها في ذهننا، جمال مسيحيتنا أنها لا تتعامل مع الله كفكرة مجردة. يعني روح لأي حد وقول له مين الله؟ ممكن مثلا لو سألت السؤال ده لهيراقليطس ولا لأرسطو ولا ممكن يقول لك the ultimate reality، يعني يعني الحقيقة المطلقة العظمى. أيوة، يعني وصف لي، أنت خلقتنا وخلقت فينا الشوق لكي نراك، فهل حكمت علينا بأن نفقد عقولنا لكي نراك؟ لماذا لا نراك؟ لماذا لا نراك؟ نحن في المسيحية لا نتعامل مع فكرة عن الإله، لكن نتعامل مع شخص. الكلمة صار جسدا، حل بيننا، رأينا مجده مجدا. عشان كده لما تتكلم عن الله واحترامه للإنسانية، تقدر بسهولة تتخيل وتفهم احترام الله للإنسانية من خلال احترام الرب يسوع للإنسانية. أمين؟ خلاص أنا قربت أخلص، بس بصوا معايا في إنجيل يوحنا، وده واجب هتعملوه النهاردة. أنا هديكوا عناوين تدرسوها في البيت، كيف تعامل مع البشر في إنجيل يوحنا. أكتر حاجة تميز الإنجيل أن اللقاءات فيه كانت في معظمها لقاءات فردية بحتة، إنه ودي لوحدها درس، إنه بيهتم بالفرد. الإنسان له قيمة. كارل ساجان رغم أنه غير مؤمن،
لكن قال كلمة جميلة قوي، قال إذا رأيت إنسانا قف احتراما. وده كان شغله كله في الجالاكسيز، في المجرات، من أعظم اللي درسوا المجرات. قال لأنه في 100 بليون مجرة يمكن أن يصل إليها العقل البشري، أؤكد لك أنك لن تجد لهذا الذي رأيته نظير. كل إنسان في حد ذاته قيمة لوحده، يونيك لوحده، ملهوش زي دي حقيقة. في 100 بليون مجرة مش هتلاقي له زي دي حقيقة. الرب يسوع في إنجيل يوحنا، الله الظاهر في الجسد، كان يلتقي بالأفراد لكي يجدد لنا هذا المعنى أن الفرد له قيمة لأنه إنسان. في يوحنا 1 أعطيه بعض العناوين، أقول إنه جاذب المخلصين. عندما كان يسير رآه تلميذان لوحدهم كده، عملوا إيه؟ انجذبوا إليه، وهو بص ليهم وقال لهم ماذا تطلبان؟ يا معلم أين تمكث؟ تعالي وانظر. ومكث عنده ذلك، قعدوا معاه اليوم كله. إنه يحترم ويقدر ويجذب كل شخص مخلص، لكن كمان في نفس الأصحاح إنه يحترم المفكرين، يحترم العقل النقدي، العقل اللي ما يقبلش المسلمات. قد ايه كان الرب يسوع جميل مع نثنائيل لما راح فيلبس لنثنائيل وقال له يسوع الذي من الناصرة هو ده المسيا، مخه شغال، قال له أمن الناصرة يخرج شيء صالح؟ ما قدرش أقبل الكلام ده، ما قدرش أقبل أنه من الناصرة يطلع نبي. قال له تعالى وانظر. فراح وأكيد شاف شخصية جميلة قدامه الرب يسوع، بس أول ما شافه الرب يسوع ابتدروا قائلا هو ذا إسرائيلي حقا لا غش فيه. التاني مش قادر يبطل عقله النقدي الرهيب ده، مش يقول له متشكر كتر خيرك، مجاملة لطيفة، لكن يقول له من أين تعرفني؟ يا أخي بقول لك كلمة حلوة، قول متشكر وخلاص. لا، وإزاي تمدحني وانت تعرف إيه؟ أنا ما أقبلش الكلام ده. هو يعجب بيه، قال له قبل أن دعاك فيلبس وأنت تحت التينة رأيتك. قال له يا معلم أنت ابن الله، أنت ملك إسرائيل. اللي حصل تحت التينة مش ممكن حد يعرفه غير الله. قال له هل أمنت لأني قلت لك أني رأيتك تحت التينة؟ سوف ترى أعظم. أني أحبك وأحب طريقة تفكيرك، وأريدك أن تفكر وأن تبحث وأن تتساءل وأن تناقش وأن لا تقبل مسلمات. أصح 4 ولا صح 3 مجيب المتسائلين، يقعد مع نيقدموس بالليل ويسهر علشان يسأل. وفي الآخر هل فرض على نيقدموس رأيه؟ قدم إجاباته، قدم نصايحه وسابه. لو واحد مننا دلوقتي يقول ليه ما شددش الشبكة؟ ليه ما قلتلوش يصلي معاك ويسلم حياته؟ فحش، تركه، أجابه وأعطاه كل الداتا التي تمكنه من اتخاذ قراره. والراجل خد الأفكار وقلب فيها يمين وشمال وراح وجه، وفي موقف تاني كانت ابتدت تتغلغل شوية جواه، فدافع عن يسوع وقال لهم لعلنا موسى نيدين إنسانا لم يسمع منه. يا جماعة أنا قعدت معاه وسمعته، طبعا ما قالهمش وخاف لسه، بس هو الراجل ده يتحب لما تقعد معاه بتقدرش تدينه. لكن في يوم تاني جاهرة وخرج في الوقت العصيب وأعلن إيمانه بالمسيح وكفن السيد ب100 منن. في أصحاح 4 هل يبحث عن المنبوذين والمهمشين والمحتقرين من الناس؟ رحلته إلى السامرة واحتضانه للسامرية يعلي من قيمة الإنسانية أمامنا. امرأة سامرية خاطئة تعيش في الفساد وقد فشلت في 5 زيجات، اجتمعت عليها كل عوامل تقليل القيمة الاجتماعية والأدبية والعرقية والدينية، لكن الرب يسوع علاها وأكرمها وجعلها مبشرة عظيمة. أصحاح 5 منعم على غير الشاكرين. راح لواحد ليه 38 سنة وأبرأه
وهو يعلم أن هذا الرجل سيذهب إلى اليهود لكي يسلمه، لكنه ذهب إليه. أصحاح 9، باني المحطمين، إيه رأيكم في رجل يجلس عند باب الهيكل يستعصي، مولود من بطن أمه أعمى، التقاه يسوع وشفى وبنى شخصيته، بنى إنسانيته، وقف قدام رؤساء الكهنة قدام الفريسيين يعرض قضيته، ولا أفضل محامي يبني الفرضية على الفرضية ويخلص بالنتيجة ويقدم الحجة الرهيبة اللي خلتنا لغاية النهاردة نسخر من مقاومي اللي ما عرفوش يردوا على كلامه، وفي الآخر لما احتاسوا معاه شتموه. في أصحاح 11 مين يهمل بكاؤه مع مريم ومرسى مع المتوجعين يبكي بعد القيامة، فرج على المناظر وهو رايح لمريم لوحديها، يظهر لمريم وهو يظهر لتوما المتشكك، وهو يذهب لكيما يرجع بطرس بعد الفشل. اقرأ هذه الصور وهذه اللقاءات ووصل معي لهذه الخلاصة، أنه كان يحترم كل هؤلاء بسبب إنسانيته. طلع بقى أي حاجة، عقل نقدي، فشل أخلاقي، خلفية عرقية مختلفة، واحدة ممسكة في ذات الفاعل، حد موجوع وبيبكي وبيعاتب، ولا أي حاجة ظهرت قللت من قيمة الإنسان. ظل الإنسان لامعا جميلا عظيما في عيني يسوع. هل يوجد أمل للبشرية الآن بعيدا عن هذا الشخص؟ لا يا أحبائي، الأمل، كل الأمل لأي إنسان هو في المسيح، وعلينا ككنيسة أن يكون عندنا ذات تقدير المسيح للإنسان. وإن كان الرب يسوع قد عاش، جاء وعاش ومات وقام ليستثمر في الإنسان، دعونا نحب إنسانيتنا ونشكر الله من أجلها، ونسجد لمن أتى في صورتها ليكرمها ويرفعها. ودعونا أيضا عندما نخرج إلى الشارع ونرى البشر من حولنا، انسوا الألوان والعقائد والخلفيات، وتذكروا شيئا واحدا، أنه في داخل كل فرد يوجد إنسان أحبه المسيح واحترمه ومات من أجله. تفضل يا ناصر. يلا قول معايا، ربي يا بختي بي، قلبي فرحان بي، نوري فيك وإيدك بتخد حياتي، عمري وإنتي فيك لا مش هيكفي كل كلامي ولحني وتسبيحاتي، عايز أتمتع بيك، عايز أشبع ربي بكلامك، تبقى هدية أجيبها لك مني لإيدك، إزاي أوصف فيك ده أنا مسبي بعطفك وحبك، ما تكفيش كلمة بحبك حبي ليك، خالق الأكوان صاحب السلطان، جيت ورضيت تكهن وتموت بدالي، أبسط شيء أديك قلبي وعمر أهديك، واركع أبوس رجليك وأغني تاني، خالق الأكوان صاحب السلطان، جيت ورضيت تكهن وتموت بدالي، أبسط شيء أديك واركع بوس رجليك واغني تاني، عايز اتمتع بيك، عايز اشبع ربي بكلامك، اكتب لي اجيبها لك مني ليك، ازاي اوصف فيك ده انا مسبي بعطفك وحبك، ما تكفيش كلمه بحبك، كمان مره اخر مره، عايز اتمتع بيك، عايز اشبع ربي بكلامك، اهتم اهدي اجيبها لك مني ليك، ازاي اوصف فيك ده انا مسبي بعطفك وحبك، ما تكفيش كلمه